الاهلي عايز اقول حاجه بس بالنسبه للزمالك النهارده، احمد حمودي لاعب الزمالك بعد التغيير الثالث بعد ما مصطفى فتحي نزل ساب الماتش ومشي او ما كملش المباراه من داخل الملعب. الاهلي سافر الى اسكندريه بقايمه قايمته كلها 27 لعيب سافروا مع مستر مارتن يول الى اسكندريه، كل اللعيبه حتى احمد الشيخ اللي كان مصاب رجع النهارده وانضم للتدريبات الجماعيه وسافر مع النادي الاهلي الى اسكندريه عشان مباراه حرس الحدود بكره ان شاء الله. مستر مارتن يول بيقول عوده الثلاثي المعار اللي هو تريزيجيه ومحمد حمدي زكي وكريم ندفت، الثلاثه هيرجعوا للنادي الاهلي السنه اللي جايه. ومستر بقى مارتن يول هو اللي هيحدد يعني محتاجهم ولا مش محتاجهم، لكن طبعا الثلاثه لعيبه كويسين جدا سواء تريزيجيه او ندفيد او محمد حمدي زكي اللي معار لنادي سموحه. مستر مارتن يول بيطلب ضم حارس مرمى مدافع وظهير ايسر، النادي الاهلي بيدور على ظهير ايسر. النهارده كان في حاجه طريفه كده شويه في تدريب النادي الاهلي، مؤمن زكريا شاط الكوره في ايد مارتن يول والكوره كانت جامده فوجعت الراجل جدا. مارتن يول النهارده عنف شويه ايفونا وجون انطوي في التدريبات بسبب اهدار الفرص السهله، وفي يعني مش سمساره، هو راجل كشاف بتاع ستوك سيتي في الدوري الانجليزي هيتابع مباراه الاهلي ووادي دجله في برج العرب ان شاء الله، هيجي يتفرج على رمضان صبحي يعني احد الكشافين من نادي ستوك سيتي هيجي يتفرج على اسمه كيفن كروكشنك، ده راجل كشاف كده كبير الكشافين في نادي ستوك سيتي هيجي يتفرج على رمضان صبحي في مباراه الاهلي ووادي دجله. حسين السيد مش هيسافر مع النادي الاهلي الى الامارات امام روما بسبب طبعا تصريح السفر من الجيش. الاهلي هيكرم توتي ومحمد صلاح في وديه مباراه روما الايطالي. النهارده طبعا شفنا التفاصيل كلها في المؤتمر الصحفي، في شرط جزائي في العقد بتاع المباراه الوديه ان لازم 7 نجوم على الاقل من نادي روما يكونوا متواجدين مع نادي روما في المباراه. وهيبدا بقى الشركه طبعا المسؤوله شركه IMSC اللي هي مسؤوله عن المباراه هتبدا تطرح التذاكر ان شاء الله الفتره القادمه، هتبدا تطرح من 10 صباح اليوم في الاسواق، يعني النهارده التذاكر هتنزل بالنسبه لمباراه الاهلي وروما. ملعب بيترو سبورت هيستضيف مباراه المحله والزمالك. لجنه المسابقات برئاسه عامر حسين اعلنت اقامه مباراه الزمالك وغزل المحله في ملعب بيترو سبورت. طاقم تحكيم مصر لاداره مباراه الترجي التونسي ومولوديه بيجايه في الكونفدراليه جهاد جريشه وتحسين ابو السادات واحمد حسام طه ومحمود عاشور حكم رابع هيحكموا مباراه الترجي التونسي ومولوديه بيجايه في الكونفدراليه. احمد حمدي لاعب الاهلي هينضم لمعسكر منتخب الشباب الاسبوع القادم. الاسماعيلي بيهدد بشكوى صلاح ريكو في حاله انتقاله لنادي الزمالك، ان صلاح ريكو موقع في الاسماعيلي وموقع في نادي الزمالك، فالاسماعيلي بيهدد نادي الزمالك او بيهدد صلاح ريكو ان هو هيشتكيه لو انتقل لنادي الزمالك. طيب دي كانت اخبارنا المحليه، خلينا نروح بقى لدوري ابطال اوروبا.